في حالة جوايا مش عارف اوصفها، مبسوط بس متضايق شوية او فرحان، لا فرحان بس عايز اعيط. سمع انا سخن ولا ايه؟ اه انت مش سامعني اساسا. انا معلش انا كنت بكلم في التليفون فما خدتش بالي. لا ولا يهمك، انا مش هينفع دلوقتي خالد بجد بليز عشان خاطري. طب انا متضايق وعرفنا ايه السبب، انت بقى مالك؟ عندي نفس المشكلة. يا جماعة اللي انتوا بتعملوه ده هو الحياة من غير مشاكل ملهاش طعم. يعني ايه مش فاهم؟ محدش بيتجرح قوي الا لما بيحب قوي. الدور الجاي بقى على الناس اللي لسه ما حصلناش حسابنا معاهم. لو ندى حصل لها حاجة هتدفع الثمن غالي جدا. أحلام عمرنا الخميس في هذه الأوقات على قناة ARTE الأفلام 2.